عم افرش يا عم افرش ليه يا عم؟ احنا هنطير القرشين يا عم. القرشين ايه؟ اشتري خير. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ بقول لك احنا كنا عايزين بقى انصاص كده، انصاص لانصاص اربع 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 لحمه ولا انصاص اربع ايه؟ لا لا لا، انا هات لي فليب وفر، وهات لي وفر يا عم. وفر ايه يا عم؟ تطلب ما في فلوس. فليب وفر، انت ايش فاهمك انت؟ ده صوص. بفتيك عايز؟ بفتيك بفتيك واحد. بفتيك بقول هات لنا ظروفنا لحمه كتير. ها ظروفنا لحمه كتير، اكتر من اللحوم. ايوه اكتر من اللحوم. الله يكرمك حبيبي. بقول لك يا اخي عايز شاي تقيل سكر كتير. انا تفضل مدينا البوز ده كتير فين؟ ما تروق شويه. مالك يا عم؟ فك شويه وروق الدنيا كده. ده احنا نطلب كباب، انك تركب له مواصلتين عشان تاكل. انا قلقان يا اخوانا، انتوا مش حاسين بيا ليه؟ حاسين بيك يا ابني، بس طالما الراجل ما حصلوش حاجه يبقى احنا في امان. وانت ايش عرفك ان الراجل ما حصلوش حاجه؟ اشتريت كل الجرايد وما لقيتش ولا خبر عن الموضوع. ما ده برضه ما يطمنش يا اخوانا، بس الخبر مش هينزل كده في اول يوم سريع سريع، ده لازم ينتشر ويتوغل ويتسرب بعد كده ينزلوه. في ايه يا جدعان؟ انتوا مكبرين الموضوع كده ليه؟ اتصل يا عم لؤي بصاحبك، شوف لنا ايه الاخبار، اساله لنا كده على اي حاجه. ما ينفعش يا طلعت، هيحس ان انا عارف. طيب ماشي خلاص، سيبوني انا لما اقابله على الفيس هبقى جرجره في الكلام كده واشوف ايه الميه. طب وبعدين؟ الشك هيفضل ياكل في قلبي كده لحد ميتة. ما تشغلش بالك يا خالد، صدقني انا متاكده من الكلام اللي انا بقوله لك، احنا في امان يا ابني. اول حاجه مفيش حد مسكنا، تاني حاجه مفيش حد شافنا، تالت حاجه بقى محدش بيشك فينا او يعرفنا اساسا، يبقى ليه القلق؟ يا عم وانت شاغل بالك ليه اصلا؟ عايز تطمن بقى على حق، تاخد بعضك الصبح كده وتشد الرحيل وتطلع على الفيلا وتقعد قدام الفيلا. خرج الراجل يبقى لسه عايش. وما خرجش؟ ما خرجش يبقى تنفض للحوار الفاكسان ده. بقول لكم ايه؟ ودعك. سيبنا بقى من الكلام ده. احنا عايزين نحتفل بالفلوس. تعالوا النهارده اسهركم سهره جامده قوي. هو ده حليب قلبي. المكنه فين؟ في مكان جامد قوي. لو عايزين تروحوا النهارده اظبط لكم ترابيزه على البيست. عم العالم اكتب لا دماغه حلو. اصيل. دماغه حلو اكتب لي. اصيل. معاك يا برنس العالم. او بالمره يعني نخرج الحاج خالج من المول اللي هو فيه. مالكش صالح يا حب خالد. انا مش جاي معاك. وانا كمان مش جاي معاك. ليه بس يا ست الحسن؟ يا ساره تبقى ساره من غيرك عسل. انا بنته ما ينفعش اروح الاماكن دي، الاماكن بتاعت الاستاذ لؤي. خلاص يا جماعه خلي دودو براحتها. ماشي ماشي ماشي. مالك شايل طاجن ستك كده ومادد بوزك شبرين يا ساتر؟ بتتحشم يا مرة انت؟ في حشم اكتر من كده؟ ماله ده؟ ده مساكب على الاخر يا اختي. صحيح، هو صاحبك مبوس كده ليه؟ واحدة واحدة عليها زوز، لسه الواد عضمه طري. ايه يا عم ما تعكرش صفة اللبن، اهدي اهدي. فرفش فرفش.
فرفش افرفش كيف؟ ما تقول له حاجه يا بقره انت. بقول لك يا عم عادل انت ولا عم صفوت ولا خالد، روق كده وانسى الجو اللي انت عايش فيه ده، ده موضوع فكسان اصلا. سيبك انت ياض، عليا النعمه، انا اول مره اشوف بكار سهران في كباريه. روق ياض وبسط. هفن عمان تيكت ايزي، مفيش حاجه مستاهله. صاحبك ده سعيدي قوي. جوزك يا بنت انت، الصعيده دول عمامكم، وعلى طلاق كلمه كمان اخسر الخماره دي على اللي فيها. يا اخويا السيد واهل السيد على راسي، ما تتحمقش قوي. انتوا عارفين يا اخوانا القعده دي ناقصها مين؟عاملين اللي فيها فتوات، انتوا فاكرين نفسكم فين؟ في سويعه؟ احنا هنا محل محترم، انا ممكن احبسكم دلوقتي كلكم. شايفين؟ عاملين ايه في المحل؟ طلعتوا بوس امه. ايوه يا مستر سطوحي، بس احنا مش وقت عيال تتكلم معانا بالطريقه دي برضه، ما يصحش. شوف الكراكيب بتاعتك دي تساوي كام؟ واحنا ندفعهم لك على الجزمه القديمه. طب الكراكيب دي يا شاطر ب 20,000 جنيه. لا 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 لا. في ايه يا استاذ سطوحي؟ احنا كسرنا العربيه 28 ولا ايه؟ يا خفه انت كمان بتنكت. الحاجات دي ما تعملهاش ال 20,000 جنيه، الحاجات دي تعمل لها 15,500. يا حبيبي ما تنساش الناس اللي مشوا بالمحل، واهم من الناس دي سمعه المحل. لا لا الحقيقه لو لا انت عندك حق، يعني لو سمعه المحل لازم كلنا نخاف على شرفه، مش كده ولا ايه؟ عندك حق، لازم نشوف حل في الموضوع ده. بعدين يا استاذ سطوحي دي شويه كراسي اتكسرت، في غزيه ماتت؟ لو في غزايه ماتت اقول لك قال. وبعدين احنا هنعمل ايه؟ هنسرق يعني عشان نجيب لك الفلوس؟ طب يا جماعه انا شايف ان احنا نمشيها بلدي عشان نخلص من الحوار ده. احنا بالصلاه على النبي كده 10 رجاله، كل واحد فينا يطلع باكو وناهي على الحوار، وقدر ما حصلش واللي حصل ما يتكررش، وتوتو على كبوته. صح كده يا برنس، وادي اول 1000 جنيه مني على كبوته. مبسوط يا استاذ توتو؟ وانا ال 1000 جنيه بتاعتي ايه؟ عليه النعمة ده تبذير. تقدر ما حصلش. الله 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 الله. ما تفتح يا بقرة. يا جدعان حيطة حيطة. فهو بقى عامل خفيف. هو ينفع كده يا جدعان؟ نتبهدل البهدلة دي وكمان نرجع على باب الله. بقينا مفلسين ومقشفرين. أنت بتتكلم أنت؟ ده وش المشاكل والمصايب؟ رايح تعاكس البيت؟ يا عم وعهد الله فاكرها بتشتغل في المكان. يا جدعان خلونا نفكر بقى في المصيبة اللي احنا فيها دي، احنا كلنا ما معناش فلوس دلوقتي. ايه؟ حتى انت يا ابن الاصول والزواد طلعت معفن ومفلس؟ حتى من اجل الله. يا اخي ده انا أول مرة يحصل لي كده في حياتي، أنا ما بقاش معايا جنيه في جيبي. بس بس بس، هنقعد نولول؟ هو ما فيش غير حل واحد. نرجع نسرق تاني. لا! نسرق تاني لا! يا ابني لازم نسرق. ايوه يا جماعه الحقيقه بعد الاحداث اللي مرينا بيها السرقه الاولانيه، انا شايف ان احنا يعني لازم نبقى دايما الاحجام اللي احنا مختارينها ضمن الاوساع اللي احنا عايزينها. احجام يعني ايه يا عم واوساع؟ انا يعني مش فاهم منك اي حاجه. يعني بالبلدي يا اخوانا لازم نبقى منظمين شويه، مخططين هنعمل ايه. احنا المره اللي فاتت كنا هنروح في الكلابوش. يا خال انت مش فاكر ولا ايه؟ انا مش معاكم في موضوع السرقه ده. يا ابني افهم، هتلبس وتاكل وتشرب منين؟ هتصرف ان شاء الله لو هنزع الطاره ان شاء الله.
طب لما تتصرف بقى يا اخويا بقول لك اتصرف معاك لحسن ده على الاخر. الله، طب في حته ارض ناشفه هناك، روح بقى انت تصرف انت وهو، يعني او تصرفوا على روحكم هنا بس قولوا لنا نبعد. يا ماجد خلينا نتكلم بجد بقى يا اخي. طب ماشي، احنا مش حراميه، احنا ممكن نعمل اي حاجه تانية. الفلوس سهل ان احنا نجيبها، احنا ممكن ننصب انهم ما نسرقش. يا سلام، يعني نصب اللي مش حرام يا اخي. والنبي روح كده وانت سكران. على فكره يا جماعه احنا مش عارفين احنا اصلا بنقول ايه، خلينا نبقى نفوق وبعد كده نبقى نتكلم في الموضوع ده. يلا يا جدعان لازم نروح دلوقتي، حاسس ان عايز ارجع. طب يلا يلا نروح. صح لازم كلنا نروح. اه ايه بس انا ساكن فين؟ اللي بيتي منين يا طلعت؟ الوي يا ماجد طلعت، انا بيتي فين؟ انا في الصعيد كنت ساكن جنب الترعه، يبقى في مصر ساكن جنب النيل.